يسعد صباحك يا نور. صباح الخير، كيفك لليوم؟ تمام الحمد لله. تمام، احنا بنحرم كل الظروف يعني الحمد لله. عم نحاول نكون بنحرم كل الظروف والتحديات، يمكن الاقتصاديه والماديه والمعيشيه، واللي صارت يمكن احاديثنا اليوميه. يعني اليوم وانا جاي على الشغل نفس الحديث بسمعه باستمرار، هو الغلاء المعيشي، ارتفاع الاسعار، قديش فينا فعليا ضمن هي الظروف نتحمل اليوم. بس نتمنى هالايام تحملكم الخير والفرح والإيمان الكبير بالله أنه بكرة يكون أحلى علينا وعلى كل الناس وعلى بلدنا الحبيبة سوريا. رحلتنا الصباحية بلشت فيها محطات عديدة من دمشق، وأكيد للمحافظات حصة برحلتنا لليوم. أكيد، أمين يا رب. مثل ما حكيت يا نور، وبدي أصبح على المشاهدين، يسعد صباحكم مشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد إن شاء الله يا رب يحملكم كل الخير والرزق والصحة وراحة البال. وأكيد مثل ما تعودنا بصباحاتنا أنه عنا محطات عديدة اليوم، عناوينا رح تكون اجتماعية وطبية وثقافية مثل العادة. خلونا نطلع لفاصل صغير ونبلش. أما هلأ هايدي مثل العادة منروح لأهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتتسجل بروزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة نسترجع مع بداية كل صباح. واليوم 23 آب، خلونا نتعرف على أبرز هاي الأحداث. بمثل هذا اليوم من عام 1889 أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة، وفي عام 2015 تنظيم داعش الإرهابي يفجر معبد بعل شمين الكنعاني الأثري الواقع في مدينة تدمر، وفي عام 2020 بايرن ميونخ الألماني يحقق بطولة دوري الأبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوز 0-1 على باريس سان جيرمان في النهائي. وهاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان لها بصمة مميزة بعام 1974. كونستانتين نوفوسيلوف عالم فيزياء روسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010. وهالعام أيضا شهد على وفاة العديد من الشخصيات، ففي عام 1997 جون كوندرو عالم كيمياء حيوي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962. وأكيد نور، من روزنامة التاريخ رح ننتقل مباشرة لهل تعلم ومجموعة من المعلومات الغريبة والمميزة يمكن منعرفها أو عم نتعرف عليها للمرة الأولى. خلونا نتابع سوا مشاهدينا تفاصيل بالتقرير التالي. هل تعلم بأن عين الإنسان تستطيع أن تفرق وتميز بين 10 ملايين لون فقط؟ وأننا نقضي 10% من الوقت الذي نكون مستيقظين فيه بعيون مغلقة لأننا نرمش بها طوال الوقت، حيث ترمش العين حوالي 12 مرة في الدقيقة. وهل تعلم بأن الخلايا في عين الإنسان تأخذ شكلين، أحدهما على شكل قضيب والأخرى مخروطية الشكل؟ الخلايا التي على شكل قضيب تمكنك من رؤية الأشياء، والخلايا مخروطية الشكل تمكنك من رؤية الألوان. هل تعلم بأن تركيب دموع الفرح تختلف عن دموع الحزن، وأن العين دائمة التحرك في حركات طفيفة لضمان وضوح الرؤية؟ وأخيراً، هل تعلم بأن العين تدرك الصورة مقلوبة وبأن العقل هو من يعدلها؟ محطتنا التالية هايدي من حمص، وبهدف التوعية بأهمية الصحة النفسية قام المتطوعون بالغرفة الفتية برسم جدارية علق عليها بحي الحمراء تحت عنوان سلامتك النفسية أجنحة لك، اعتني بها لتحلق عاليا. التفاصيل مع مراسلنا بحمص أسامة ديوب. بهدف التوعية بأهمية الصحة النفسية
قام المتطوعون في الغرفة الفتية بحمص برسم جدارية قرب دوار الشبيبة بحي الحمراء تحمل عنوان سلامتك النفسية أجنحة لك، اعتني بها لتحلق عاليا. الجدارية عم ترسم بمساعدة أعضاء الغرفة الفتية الدولية، في معنا أشخاص موهوبين ورسامين وعم يساعدونا لإنجاز هاي الجدارية. الجدارية عم تعني بأنه الإنسان لما تكون صحته النفسية جيدة هو بيحلق بالسماء عاليا، ولما بيكون مضطرب نفسيا بتكون همته مضطربة كمان وما بيقدر يؤدي وظائفه بالحياة بالشكل المطلوب. هدفنا من الجدارية نحن نترك أثر إيجابي فينا يبلش منطلقا بالشباب اللي عنا بالغرفة لحتى نتوسع للمجتمع. نحن اليوم عم نشتغل على جدارية ضمن مشروع جسي إمباكت لتوعية المجتمع بأهمية الصحة النفسية، والصحة النفسية هي من ضمن التوجه العالمي لجسي آي. الصحة النفسية هي شيء ما كتير مهتم فيه بالمجتمع، وحتى بيعتبوه قليل أهمية، وحتى عيب أنه الواحد يحكي فيه، بيقولوا أن الواحد أنت مجنون أنت عم تتدلل، هذا الشيء غلط ونحن جايين نصحح هاي المفاهيم. في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في مجتمعنا تزداد نسبة خطر إصابة الفرد باضطرابات الصحة النفسية، ولا بد من رفع مستوى التوعية بالصحة النفسية التي تعزز القدرة على سلوك إيجابي في المجتمع. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. ومحطتنا الأولى لليوم خصصناها للمساحة الطبية، ورح نحكي عن موضوع بيهم كتير من السيدات يلي بمروا خلال فترة حملهم للعديد من التغيرات النفسية والجسدية. أبرز التغيرات يلي رح نتعرف عليها اليوم ارتفاع ضغط الدم الحملي، طبعا حالة صحية ممكن تأثر على صحة المرأة الحامل والجنين. يمكن نور لما نقول مرأة حامل وضغط فالموضوع يمكن صعب وحساس وبحاجة لمراقبة وضع الضغط خلال هي الفترة. أكيد هايدو، مثل ما قلتي ببداية حديثك بنعرف نحن قديش المرأة بتمر بتغيرات بجسمها، إن كانت هرمونية بيولوجية، بتتعرض لكثير من الضغوطات أساسا النفسية. بنسمع بسكر الحمل وحكينا عنه سابقا، اليوم رح نحكي عن الضغط الحملي مع الدكتور حسن إبراهيم أخصائي بأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بك دكتور. عم نحكي اليوم عن موضوع شائع عند السيدات الحوامل، خلينا بداية قبل ما نفوت بالتفاصيل نتعرف نحن والمشاهدين شو منقصد بارتفاع ضغط الدم الحملي. أول شيء شو هو ارتفاع الضغط أو شو هو الضغط؟ الضغط هو المقاومة الوعائية أثناء جريان الدم ضمن الشرايين. هالمقاومة هي بنقيسها عادة نحن بالمليمتر زئبق. الأرقام الطبيعية للضغط عادة هي 110 مليمتر زئبق على 80 مليمتر زئبق. لما ترتفع أكثر من هيك بصير عنا هذا شيء اسمه ارتفاع ضغط. فلما تكون أرقام الضغط فوق 135 على 85 هذا صار اسمه ارتفاع ضغط، ونحن لازم نبلش بقى من هون ننتبه على الضغط ونراقبه بشكل جيد وما عاد نسمح له يرتفع. أما لما يتجاوز الضغط 140 على 100 وعلى 90 مليمتر زئبق هذا صار اسمه ارتفاع توتر شرياني، وهذا لازم ناخده بعين الاعتبار، ولازم نبقى إضافة إلى تغيير نمط الحياة لازم نبقى نعالج بالأدوية لحتى ما يرتفع الضغط. هلأ بالنسبة للحوامل في شغلتين مهمين كتير وشائعين كتير نحن بننتبه لهم أثناء الحمل يلي هن ارتفاع سكر الدم وارتفاع ضغط الدم. ارتفاع السكر هو شغلة مهمة كتير، ونحن عادة بنعتبر رقم السكر يلي فوق 100 ميلي جرام بال 100 ميلي لتر نعتبره سكري. تصوري هذا الرقم، وهذا ما بنسكت عنه، ونحن لازم دائما نعالج السكري مثل ما قلنا بالأنسولين بدون خفضات السكر الفموية. هلأ ارتفاع الضغط نحن بنحمله محمل جد عند السيدات الحوامل، فالسكري وارتفاع الضغط عند السيدات الحوامل هن شغلتين مهمين كتير لازم ضبطهم بشكل جيد لما إلهن من تأثيرات على الأم وعلى الجنين بنفس الوقت. صحيح. فارتفاع الضغط عند السيدة الحامل الأرقام التي تتجاوز 140
على 90 ملم زئبق، هذا ارتفاع توتر مهم، هذا لازم نحمله محمل جد ولازم نحن نعالجه وما نتركه أبدا. طيب خلينا نحكي شو الإجراءات اللي بنقوم فيها لضبط سكر، عفوا الضغط الحملي عند المرأة الحامل، يعني بنعرف نحن بيأثر مثل ما قلت على صحتها وعلى صحة الجنين، وبنعرف هي أساسا بتكون مضغوطة نفسيا، فالضغط بنعرف له علاقة بالحالة كمان النفسية. شو هي الضوابط أو العوامل اللي ممكن لازم فعليا تحتاط فيها المرأة الحامل؟ هلا هو أول شيء شو هي أسباب ارتفاع الضغط عند الحامل؟ أهم أسباب ارتفاع الضغط عند الحامل في كتير شغلات نحن، يعني أول شيء ارتفاع الضغط هو مرض مجهول السبب، مو معروف سببه. صحيح. لكن في ناس معينين ممكن يكون سبب الضغط عندهم واضح وصريح، مثل تضيق الشريان الكلوي، مثل الأمراض اللي بتصيب الكلية ولب الكلية، مثل أمراض بتصيب الغدة اللي فوق الكلية اللي هي الكظر، في مرض اسمه الفيوكروموسايتوما، دول هن ارتفاع ضغط صريح. هدول ما بيشكلوا 5-10% من أسباب ارتفاع الضغط، أما الباقين فهو ارتفاع ضغط مجهول السبب. هلا نحن بدنا ندور على العوامل اللي بتأهب لارتفاع الضغط. شو أهم العوامل اللي بتأهب لارتفاع الضغط؟ يأتي على رأسها التدخين اللي هو عادة سيئة، البدانة، حركة الركود والخمول والكسل، وخاصة أمام التلفزيون وعلى النت وعلى الموبايلات اللي هي هذا صار يساوي لنا نمط حياة سيء جدا. نوعية الأطعمة أحيانا، زيادة تناول الوارد من الملح، وفي قائمة عريضة جدا من الأسباب أو من العوامل المؤهبة من بينها الأدوية وخاصة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وهي ممنوعة أصلا تناولها أثناء الحمل، ويعني الوراثة ممكن تلعب دور، وفي كتير شغلات. هلأ أنا أمام السيدات يلي عندهم فعلا ارتفاع ضغط أثناء الحمل، لازم أنا أسعى لتغيير نمط الحياة وحد من الأسباب يلي عم ترفع للضغط. على سبيل المثال السيدات اللي عم يدخنوا، هدول لازم يقطعوا التدخين. التدخين لأنه هو له عدة مضار، سواء على ارتفاع الضغط، سواء على الشرايين، سواء على الرئتين والتشنج القصبي والحساسية اللي بيساوي بالقصبات. السيدات يلي مثلا عندهم نمط حياة كسول وقلة حركة، أنا هدول لازم شجحهم على الحركة والرياضة ما أمكن وضمن المستطاع. طبعا هدول السيدات الحوامل بدي يكون أنا يعني في حساسية معينة تجاه الجهد يلي بيقوموه، خاصة إذا كان عندها إسقاطات متكررة، أنا ما بقعد بخليها تركض والله وجهد عنيف، لا. نمط الحياة يلي فيك يكون في رياضة ونشاط فيزيائي وحركة معينة مقبولة ومتحملة لدى السيدة الحامل. تناول الكحول مثلا واحد من الشغلات اللي أنا لازم أتجنبها. التوتر والتعصيب والزعل والتفكير والهم والشدة النفسية والضغوط العالية، هي لازم نحن نتجنبها تماما عند السيدة الحامل لأنه هي مؤهب لارتفاع الضغط. أنواع الأطعمة، كل الأطعمة يلي تحتوي على كميات عالية من الملح، الأدوية الأطعمة التي يمكن تناولها في المطاعم، الأطعمة المملحة، الشربات الصناعية، هي كلياتها هي يعني من أسباب ومن العوامل المؤهبة يجب تجنبها. أما كل شيء طبيعي فأنا لازم أشجع عليه. كل الخضار والحبوب والفواكه والسلطات هي مسموحة وتساعد على خفض الضغط. كل الأطعمة اللي ممكن نحن نتناولها بالبيت ونحن عم نتحكم بكميات الملح الموجودة فيها هي رائعة جدا وهي بتنزل الضغط. الفواكه بالاستثناء هي تساعد على خفض الضغط. المشروبات العادية يلي هي مثل الشاي أو القهوة، حتى القهوة يعني هي إذا أخذت بمقادير معتدلة جدا جدا فهي ما بترفع الضغط. شراب الكركديه مثلا على سبيل المثال، العصير، عصير كل الفواكه كله هو هذا يعني بينزل الضغط ما بيرفع الضغط، كل الفواكه بالاستثناء. فأنا لازم أشتغل أول شيء يعني على تغيير نمط الحياة، النشاط الفيزيائي المحتمل والمدروس، الحمية الطبيعية والتي تعتمد على الغذاء الطبيعي والمدروس بشكل جيد، وتناول ما أمكن الأطعمة المملحة والأطعمة الصناعية والأطعمة يلي بتكون عادة محفوظة مدة طويلة. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن الأسباب خلينا نحكي عن الأعراض اليوم أو الدلالات اللي ممكن تظهر عند المرأة الحامل وتدل أنه عن جد هي مصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي، وخلينا نوضح بنفس الوقت هل كل الأعراض متشابهة عند كل السيدات؟ ارتفاع الضغط بشكل عام هو مرض خلسي، مرض لا عرضي صامت. المرضى ارتفاع الضغط ما بيشكو عادة من أعراض،
واحيانا لما يهمل الضغط وما ينقاس وصح ومريض الضغط ما عم يعني بتلاقي بيصير عنده مشاكل من وراء الضغط، ممكن تظهر الاعراض يلي اثر عليها الضغط او يعني الاعراض الاعضاء يلي اثر عليها الضغط. هلا الضغط اكيد رح ياثر لي على كل الجسم، وانا بيهمني الاعضاء النبيله الموجوده بالجسم. شو اهم اعضاء نبيله موجوده بالجسم؟ هي القلب، هذا اهم عضو، هي الكليه، الدماغ، العينين. فبتلاقي الضغط، ارتفاع الضغط المزمن بيأثر لي على العيون، على الرؤية، بيأثر لي على الدماغ، ممكن يسوي لي أحيانا إذا كان ارتفاع الضغط شديد بيسوي لي نزف دماغي، وإذا صار نزف دماغي هذا سوى لي فالج وخذل في الجسم وعدم القدرة على الحركة وعدم تحريك الإيدين والرجلين. ممكن يأثر لي على الكلية ويأذي لي الكلية، بتصير الكلية تطرح بروتين بكميات كبيرة، يعني طرح الكلية للزلال أو البروتين بالبول رح يخلي السيدة الحامل تتنفخ، وبتلاقي رجليها تورموا، بتلاقي الخواتم ما عاد فاتوا بإيديها، بتلاقي في تنفيخ بالعيون والأجفان. فنحن بنشوف الأعراض عادة التي يؤثر ارتفاع الضغط عليها. فإذا هو أثر لي على العين رح يصير عندي يعني ضبابية في الرؤية، عدم رؤية واضحة، وبيصير في تراجع بالقدرة البصرية للعين. ممكن يأثر لي على العضلة القلبية، ممكن يأثر لي على الكلية، وهالأعراض العصبية اللي عم نشوفها نتيجة ارتفاع الضغط. هلأ ممكن أحياناً المرضى لما يرتفع الضغط عندهم بشكل حاد بتصير عنا أعراض حادة. شو هي الأعراض الحادة؟ بتلاقي المريض صار عنده غباشية بالرؤية، بيصير عنده لهتة وضيقة نفس، أحياناً تقل وجع بصدره، أحياناً بتلاقي بيتنفخ، أحياناً بتلاقي ممكن يوصل لمرحلة أنه يفقد الوعي نتيجة ارتفاع الضغط. وأخطر شيء عند السيد الحامل هو أنه في نهاية الحمل لما يصير عندنا ارتفاع ضغط شديد ممكن الحامل تفوت بانسمام حملي وأرجاج، وهذا اللي ممكن يحمل الخطورة على حياة المريض وعلى حياة الجنين، وممكن السيدة تفقد حياتها. فإذا الأعراض تتدرج من لا شيء إلى أعراض متعددة وأعراض بسبب إصابة أجهزة مختلفة، وتختلف الأعراض من سيدة لسيدة حسب درجة ارتفاع الضغط وحدة ارتفاع الضغط وأرقام ارتفاع الضغط إذا كانت شديدة ولا لا. ولذلك أنا مفروض علي كل السيدات الحوامل بلا استثناء على الأقل كل شهرين ثلاثة أو كل شهر يقيسوا ضغطهم لحتى نطمن عليهم. لكن إذا كان ثبت عند السيدة ارتفاع ضغط فهي لازم مو كل شهرين ثلاثة، لازم نحن ننصحها تجيب جهاز ضغط وهي تراقب ضغطها، وفي حال حست انه هي عندها ارتفاع ضغط يعني تراقبه بشكل جيد ورأسا تراجع طبيبها لحتى يتدارك الموضوع ويدبر الموضوع. طيب خلينا نحكي العمل الوراثي بيلعب دور، يعني فينا نقول اذا حدا من العائلة مصاب بمرض الضغط ممكن الامرأة الحامل تصاب بالضغط الحملي، ولما نقول وصلت لمرحلة متقدمة يجب مراجعة الطبيب، نحن بنعرف المرأة الحامل ما فيها تاخذ أدوية، هون الإجراء الطبي كيف يكون؟ أولاً نحن حكينا من شوي في كتير عوامل مؤهبة لارتفاع الضغط، ومن بينها الحمل ومن بينها البداني، فالوراثة لها دور، لكن هي سبب مباشر؟ لا، ما هي سبب مباشر. الشغلة الثانية، نحن كان لازم نحكي عن أنواع ارتفاع الضغط عند السيدات الحوامل. هلأ في سيدات عندهم ارتفاع ضغط مزمن، هذا الضغط موجود قبل ما السيدة تحمل وتفوت على الحمل، هدول لازم نحن يعني نعطيهم رعاية خاصة، ولازم نراقب الضغط ببداية الحمل وحتى نهاية الحمل ونضبطه بشكل جيد وبالوسائل اللي حكيناها من شوي وبالأدوية. وهلأ رح نحكي على الأدوية. هلأ في عنا النوع الثاني يلي هو ارتفاع الضغط الحملي، يلي هذا بيصير أثناء الحمل، وهذا عادة ارتفاع الضغط بيبلش بعد الأسبوع 20 من الحمل، يعني بعد منتصف الحمل، وهذا هو ارتفاع الضغط الحملي بشكل يعني دقيق. وهدول المرضى يعني الحمل هو عامل مؤهب وهو بيساوي لهم ضغط، وهدول المرضى كمان بدهم عناية خاصة ويجب مراقبة الضغط عندهم بشكل جيد. والنوع الثالث يلي هو الانسمام الحملي التالي لارتفاع الضغط أو بسبب ارتفاع الضغط، وهذا يلي هو بيحمل الخطورة سواء على السيدة وعلى الجنين. هلأ لما يثبت عنا ارتفاع الضغط نحن لازم أول شيء وأهم شيء أنه نراقب الضغط بشكل جيد. الشغلة الثانية نشتغل على تغيير نمط الحياة يلي بيتضمن الشغلات اللي قلناها من شوي، اللي هن إيقاف التدخين، إيقاف الكحول، الحركة والرياضة والمشي، نوعية الغذاء، تجنب الملح،
هلأ في حال عدم ضبط الضغط وبقيت أرقام الضغط تتجاوز 140 على 90 ملمتر زئبق، هون لازم نحن ندخل الأدوية. ودائما الطبيب يجب أن يختار الأدوية التي ليس لها تأثير على الجنين وليس لها تأثير على الحمل، وهي الأدوية بيعرفوها السيدات الحوامل ومعظم الأطباء هنا، حتى أطباء نسائية كلهم بيتعاملوا معها وبيعطوها للمرضى. أهم هي الأدوية هي الألفا ميتير دوبا، يعني ممكن نعطي حبة وحبتين وأربعة وستة وثمانية، المهم نحن نضاعف الجرعة لحتى نضبط الضغط. في حال أنه ما انضبط الضغط على هالجرعات العالية من هالدواء، ممكن نضيف دواء تاني اسمه الهيدرالازين، وهذا ممكن أعطائه كمان وبيضبط الضغط، وهو موسع وعائي جيد جدا وما له أي تأثير على الحمل. ممكن نحن نضيف حاصرات بيتا، وأفضل حاصر من حاصرات بيتا هو اللابيتولول، اللي حتى ممكن أعطائه تسريب وريدي في حال ارتفاع الضغط الشديد. هلأ نحن أدوية ارتفاع الضغط هي أدوية شائعة جدا وقائمة عريضة جدا، كلها يجب تجنبها، وخاصة المركبات التي تقلب الخميرة، الخميرة التي تحول الرنين إلى أنجيوتنسين، هدول ما بيصير ينعطوا، وخاصة بالأشهر الأخيرة من الحمل لأنها تؤدي إلى تشوه في الكلية والجهاز البولي. الأدوية الثانية كلها يجب تجنبها. ممكن نلجأ في حال عدم ضبط الضغط، نلجأ إلى أدوية يعني منها الأقل تأثيراً حسب الحاجة وحسب ضغط المريضة وحسب وضع المريضة وحسب خبرة الطبيب. يعني أنا عادة بلجأ للأدوية يلي هي أقل تأثيراً، على سبيل المثال أنا وقت بدي حاصر بيتا تاني، هدول بعرف أنه ممكن يعبروا المشيمة أحياناً ويساووا لي بطء قلب عند الجنين، ممكن أنا أعطي حاصرات الكلسة، هدول ممكن يكون لهم تأثيرات لكن ممكن أعطائهم، مو أنه مو ممنوع أعطائهم. إذن في مبدأ المعالجة يجب دائما أن يختار الطبيب الأدوية الأسلم للحامل والتي لا يكون لها تأثيرات جانبية سواء على الحمل أو تؤدي إلى تشوهات لدى الجنين. فعلا دكتور ضويت حضرتك على نقطة كتير مهمة يلي هي الأدوية، لأنه كنا بنعرف أنه المرأة الحامل هي عندها حساسية من بعض هاي الأدوية. طيب خلينا نحكي اليوم ونوعي المشاهدين أكثر، السيدات كيف بتتم الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي؟ هلأ الوقاية تعتمد بشكل أساسي على تجنب العوامل المؤهبة. مثلاً أنا بعرف في أدوية ممكن تأهب لرفع الضغط، نحاول أتجنبها قدر المستطاع. السيدات التي يركن إلى الموبايلات وحياة الخمول والكسل والركود، هي حياة سيئة جداً، يجب تجنبها وممارسة النشاط الفيزيائي لحتى ما يصير عندها ارتفاع ضغط. الآن العادات السيئة اللي قلناها من شوية اللي هي التدخين وتناول الكحول، هدول يجب يعني الوقاية منهم والابتعاد عنهم. هلأ في عندي شغلة مهمة جدا، الأطعمة، وخاصة الأطعمة التي تؤهب إلى زيادة الوزن وتناول الحريرات بكميات كبيرة جدا. السيدات اللي هن بدينات هدول يعني معرضات أكثر لارتفاع الضغط الحملي، ولذلك لازم نحن نشتغل على بدون الأدوية اللي بتنزل الوزن، نحن ما لنا مصلحة بالأدوية اللي بتنزل الوزن، لازم نشتغل على الرياضة والحمية وتجنب الأطعمة التي تزيد الوزن وتحتوي على كميات أو وارد عالي من الحريرات. هلا هدول انا بخليهم يركزوا في طعامهم على الخضار والحبوب والسلطات، مثلا يعني الاقلال من كميه النشويات والدهون الزائده الى حد كبير حتى ما يزيد وزنهم. اذا لازم نشتغل على الوزن، العادات السيئه يجب تجنبها مثل التدخين والكحول وتغيير نمط الحياه، هدول اهم شغله هن ممكن يوقوا السيد الحامل من انه يصير عنده ارتفاع ضغط. لانه ارتفاع الضغط عند السيد الحامل شغله مهمه جدا وشغله خطيره جدا، ونحن ما بنصدق لحتى ينتهي الحمل بخير وسلامه. والسيد الحامل اذا قررت انه تعود للحمل وكان عندها ارتفاع ضغط حملي سابق، هي معرضه اكثر من غيرها لانه يرجع يرتفع الضغط في الحمل التالي والثالث. ولذلك اذا الوحده كانت مكتفيه وعندها عدد من الحمول يعني كافي او يعني من الاولاد كافي، نحن بننصحها انه ما تحمل اذا كان عندها ارتفاع ضغط، سواء كان ارتفاع ضغط قبل الحمل او صار عندها ارتفاع ضغط حملي. فنحن الضغط مهم جدا بالنسبه للسيدات الحوامل. طيب دكتور، ذكرت خلال حديثك انه في انواع الضغط بتتعرض لها المراه الحامل، ومنها في نقول ارتفاع الضغط الحملي، في كمان ارتفاع الضغط المزمن اللي هو اساسا بتكون فيه مصابه السيده قبل الحمل. هون في اجراءات وقائيه لازم تكون فيها؟ يعني لما نقول ارتفاع ضغط مزمن يعني هي عندها حاله مؤهبه اكثر من اي امراه حامل اخرى.
السيدة التي لديها ارتفاع توتر شرياني مزمن قبل الحمل هي عادة هي معالجة، والوقاية هي نفسها الوقاية اللي حكيناهن من شوي. لكن هي في شغلة مهمة جدا، الأدوية التي كانت تتناولها لارتفاع الضغط قبل الحمل يجب إيقافها كاملة قبل الحمل وقبل الدخول بالحمل، واستبدالها بأدوية أدوية لا تؤثر على الجنين. وفي أدوية معينة يجب إيقافها قبل الحمل بمدة ولا تقل عن أسبوعين أو شهر أحيانا. ليش؟ لحتى هي الجسم يتخلص من كل الأدوية السابقة القديمة، لحتى أنا أعطيها أدوية ما بتأثر على الحمل نهائيا، والأدوية اللي حكيناها من شوي. إذن السيدات اللواتي لديهن ارتفاع توتر شرياني مزمن قبل الحمل ينصحنا عادة بعدم الحمل لما يحمله ارتفاع الضغط من خطورة على حياتهم وحياة الجنين. فإذا هن عندهم أولاد يفضل أنه ما يحملوا. لكن السيدات اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني مزمن قبل الحمل وهن راغبات بالحمل وما عندهم، يعني في سيدة مثلا ما عندها غير ولد واحد أو بنت واحدة وهي يعني عندها رغبة كبيرة للحمل سواء هي أو زوجها، فهي بدها عناية خاصة، ويجب إيقاف الاستمرار بتناول أدوية الضغط وعدم إيقافها نهائيا، واستبدالها قبل الحمل بمدة يعني بمدة غير قليلة بأدوية لا تؤثر على الحمل نهائيا بحيث يكون الحمل مخطط ومدروس له. وأثناء الحمل يجب مراقبة الضغط بشكل جيد. نحن نقلها للسيدة تشتري جهاز لقياس الضغط، ويفضل أن يكون جهاز هوائي أو زئبقي، وهي تقيس ضغطها، ومجرد ما حست أنه هي ضغطها غير مضبوط تراجع طبيبها لحتى يقدر يضبط الضغط أو يضبط الأدوية اللي عم تتناولها. يعني هم بدي أسألك دكتور، شو هو ضغط الدم الطبيعي عند المرأة الحامل؟ قلنا نحن في بداية الحلقة أنه رقم الضغط الطبيعي هو 110 على 100 على 80 مليمتر زئبق. هلأ لما يكون الضغط فوق ال 130 مليمتر زئبق على 85 مليمتر زئبق هذا ارتفاع ضغط. هون ببقى بشتغل أنا على الوقاية والأسباب اللي حكيناهن. أما مجرد ما تجاوزت أرقام الضغط 140 مليمتر زئبق على 90 مليمتر زئبق، هون يجب إضافة إلى الوقاية والعوامل اللي قلناهم إدخال الأدوية وبالجرعات المناسبة وحسب أرقام الضغط. يعني بالختام أكيد بدنا نشكرك دكتور على كل النصائح اللي حكينا فيها، وخلينا ختاما بعض النصائح خلينا نقول، لسه معنا دقيقتين عم يقولنا الشباب، شو فينا ننصح كل السيدات المقبلات على الحمل اللي هن أساسا عندهم ارتفاع ضغط؟ كل السيدات اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني مزمن المفروض نحن نتجنب قدر المستطاع التعصيب والتوتر والزحل والتفكير والهم والشدة النفسية. نحن كلياتنا عايشين، الإنسان بيقدر يزد هالمشاكل كلها وراء ظهره، لأنه هي أحد العوامل اللي بتأهب لارتفاع الضغط وبتزيد ارتفاع الضغط. لازم أنا أشتغل عند كل السيدات يلي عندهم ارتفاع ضغط على عوامل الخطورة التي تؤهب لارتفاع الضغط. سيدة عندها داء سكري، لازم أنا أضبط السكر، هو واحد من العوامل. صحيح. السيدة اللي عندها شغلات سيئة مثلا عادات تناول التدخين أو الركود، لازم أنا هدول كتير مهمين وأشتغل عليهم. فأنا كل السيدات يلي عندهم عوامل تؤهب لارتفاع الضغط، هلا هذا امتى بيكشفه الطبيب؟ لما هي السيده بتراجع الطبيب بيعرف هو شو عاداتها مثلا، شو المشاكل اللي ممكن تؤهب لارتفاع الضغط وخاصه الادويه. الطبيب ممكن يشتغل على هدول العوامل ويحاول يعني يدربها على الوقايه من ارتفاع الضغط، وفي حال عدم الضبط وقتها ممكن نرجع للادويه. تمام. يعني بالختام شكرا كثير لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. الدكتور حسن ابراهيم اختصاصي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب، يسعد صباحك نورتنا. شكرا لكم، ونتمنى لكل السيدات اللي عندهم ضغط انه هيك يكملوا حمولهم بسلامة، والله يبعدهم عن أسوأ شغلة بالحمل يلي هي الانسمام الحملي اللي هو ممكن يحمل خطورة كتير على حياة الحامل. أكيد نتمنى الشفاء والسلامة لكل مريضاتنا. أكيد نتمنى الصحة والسلامة لجميع. نشكرك بالختام دكتور. أما هلأ هايدي منتقل من عالم الطب والصحة لعالم السياسة وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي ميس أورفلي. صباح الخير ميس. صباح الخير ويسعد صباحكم مشاهدي الأخبارية السورية. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل.
نظم أهالي الجولان السوري المحتل وقفة احتجاجية تأكيدا على رفضهم القاطع لمخطط الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية على أراضيهم واستمرار نضالهم حتى إفشاله. وشدد أبناء الجولان على أن عزيمتهم لا تلين وموقفهم ثابت، فلا تنازل عن أي شبر من الأرض مهما بلغت التضحيات، والجولان كان وسيبقى أرضا سورية وهو عائد إلى الوطن مهما طال أمد الاحتلال. أعلنت إحدى فصائل المقاومة تصديها لقوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة جبع بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. وخاض المقاومون اشتباكات عنيفة وواسعة على أكثر من محور في البلدة، أمطروا خلالها قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال. كما تمكنت المقاومة من نصب كمين لقوة إسرائيلية راجلة داهمت أحدى المنازل واستهدفتها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر، ما أدى لإصابة أحد الجنود وسقوطه على الأرض وسماع صراخه. كما تمكنت وحدة هندسة من تفجير عدد من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال بشكل مباشر، وتمكنت من تفجير عبوة معدة مسبقا لم يعلن عنها بعد في آليات وإصابتها بدقة، ما أدى إلى إعطابها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة وسط موسكو واثنتين بمنطقتين في ضواحي العاصمة أطلقها نظام كييف في عمل إرهابي جديد استهدف موسكو. وذكرت الوزارة أن إحدى المسيرات أسقطت بوسائط الحرب الإلكترونية وارتطمت بمبنى قيد الإنشاء في منطقة مجمع موسكو سيتي في العاصمة. وأعلنت الطوارئ الروسية نحو طام إحدى المسيرات ألحق أضرارا بسطح منزل ومبنى غير سكني في منطقة بضواحي موسكو دون وقوع إصابات. وتحاول قوات كييف مهاجمة مجمع موسكو سيتي الاقتصادي في موسكو بالمسيرات. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو منفتحة على حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية ومستعدة للرد على المقترحات الجادة. وقالت زاخاروفا أن روسيا تقدر عاليا الوساطة والمبادرات الإنسانية الرامية إلى تحقيق السلام. كنا وما زلنا منفتحين على حل دبلوماسي للأزمة ومستعدون للرد على مقترحات جدية حقا. لافتة إلى أن السلطات الأوكرانية أوقفت وحظرت المفاوضات مع موسكو، وأوضحت أنه من أجل بدء عملية التفاوض يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، كما يجب على كييف أن توقف الأعمال العدائية وتسحب قواتها. ختام موجز الأخبار، عودة لنور وهايدي بصباحنا غير. يسعد صباحك نور. شكرا لك ميس. أما هلأ بننتهي لمحطتنا التالية، ودائما بنسلط الضوء هايدي بكل رحلاتنا الصباحية على أهمية التربية اليوم للطفل ضمن الظروف اللي عم نعيشها والضغوطات الاقتصادية والمادية والعصر والتطور التكنولوجيا. بنعرف كثير من الاهالي يمكن اليوم بيشغلوا اولادهم بسبب فعليا ما عندهم وقت كافي، او بنفس الوقت مشان الضغوطات بتلاقي الاهل ما كثير قدرانين يتحملوا الاولاد، بيعطوهم موبايل او بيتفرجوا على الشاشه لساعات طويله. وبنعرف قديش يمكن هي التكنولوجيا بتاثر، يعني الى ايجابياتها والى سلبياتها، بتاثر على الطفل وعلى شخصيته، لانه احيانا بنشوف بعض الاطفال بيتصرفوا تصرفات او بيحكوا بطريقه لغه مختلفه بناء على الساعات أكيد. المشاهدة اللي عم يحضروها عبر الجوالات أو فينا نقول الشاشات. وخلينا متفقين أنه التكنولوجيا يعني صارت جزء أساسي من حياتنا أكبر. اليومية من حياتنا العملية، لكن الطفل اليوم صار يعني طول الوقت على شاشات التلفزيون، على الموبايل، على الكمبيوترات. هذا الشيء ممكن يأثر بشكل إيجابي أو سلبي على حياة الطفل وسلوكياته في حال ما كان في رقابة بالمرة من الأهل على الأطفال وعلى خطورته. فكيف ممكن نحن اليوم الاعتدال بالاستخدام لتجنب المخاطر وتحقيق الفائدة بنفس الوقت؟ خلونا نتوسع أكثر تفاصيل عن الموضوع مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، الدكتورة وفاء شعبان، دكتورة في التربية. يسعد صباحك. صباحكم. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة. عم نحكي عن موضوع جدا مهم اليوم، ما فينا ننفصل عن الواقع، يعني التكنولوجيا صارت جزء أساسي من حياتنا اليومية، وبتلاقي الأم والأب أساسا ماسكين الموبايل، فما
ما فيهم يقولوا للطفل لا تمسك الموبايل وانا ماسك الموبايل عم اقعد واشتغل عليه. بس خلينا نحكي عن الساعات، يعني المشاهده للطفل قديش بتاثر سلبا؟ يعني نحن بنعرف حسب منظمه الصحه العالميه قالت بعض الساعات حسب عمر الطفل، بس في ناس او بعض الاهالي بيفرطوا اساسا بترك اولادهم للمشاهده بشكل كثير كبير. في البداية أنا بحب أشكركم على هذا الموضوع، موضوع حساس جدا. يعني نحن بصراحة بالمركز كل يوم لازم نشوف طفل أو طفلين أو خلال أسبوع على الأقل اثنين أو ثلاثة هن بيعانوا من استخدام موبايل أو مشاهدة التلفاز لفترات طويلة جدا. يعني ممكن يوصل بيجينا نحن أي طفل بيجينا أنه على أساس هذا الطفل ممكن يعاني من اضطرابات مختلفة، منها مثلا التوحد. بس عم بيصير خلط كتير بين اضطرابات التواصل اللي هي سببها استخدام الموبايل أو مشاهدة التلفاز لفترات طويلة، أو ممكن يكون هو فعلا عنده اضطراب توحد طبيعي، لكن يعني ممكن يكون من خلال التقييم وخلال التشخيص اضطراب توحد، لكن هو بالواقع للأسف هو اضطرابات والتواصل نتيجة استخدام الموبايل لفترات طويلة. مثل ما قلتي حضرتك، نحن ما فينا هلأ التكنولوجيا إجباري عننا، نحن بدنا نخوض بموضوع التكنولوجيا ونواكب العصر. صحيح. لأنه هذا شيء طبيعي. يعني أنت أو أي شخص أو أي حدا بدك معلومة صغيرة، كبسة الزر توصل لك المعلومة بشكل كتير جيدة. صحيح. يعني فلذلك أنا ما فيني أقول لا، لكن المشكلة الكبيرة أنه استخدامهم أما بيكون بشكل خاطئ جدا للأطفال. هذا السبب اللي نحن بدنا نحكي فيه. مثلا خلينا نقول أنه أنا أم، أنا ما فيني أترك ابني كل الوقت بدون، أنا ما فيني أقعد معه كل الوقت وأقعد حاوره وأقعد لاعبه وأقعد أقضي معه معظم وقتي. لكن للأسف هذا الشيء عم بيأثر بشكل جدا على أطفالكم، عم بيعمل تأخر باللغة. ممكن يأثر الطفل اللي بيبقى في عنده، هو بيبقى مستقبل جيد اللي بيقعد على الموبايل أو بيقعد على التابلت أو بيقعد على التلفزيون، مستقبل جيد، لكن التعبير عنده صفر. تمام. ما بيقدر يعبر أبدا، بتناديله ما بيسمع، بيعمل حاله منه، يعني منه معك أصلا لحتى يرد عليكي. تتطور الأمور هون أكثر وأكثر، أنه صارت اللغة عنده سيئة جدا، اللغة التعبيرية خاصة، لغة التواصل وحتى التواصل البصري. فأدى هذا الشيء إلى من استخدامات الأجهزة الإلكترونية بشكل سيء وغير منظم. يعني ممكن أنا أخلي ابني يستخدم الشيء بس كون أنا موجهته. يعني مثلا تلاقي معظم الأمهات بزيارات معينة، تكون قاعدة بالزيارة بدها تسكت ابنها، بتعطي الموبايل مشان يسكت، لأنه ابني ما عم يسكت إلا إذا أنا بعطيه الموبايل. أحد الأمهات قالت لي أنا ابني ما بيأكل إلا إذا كان الموبايل بإيده. تصير عنده عادة. يعني مو بس عادة، أولاً نقول نحن على الأضرار يلي كل فقرة من هالفقرات هي شو بتسببها. هلا الطفل يلي أنا أعطيته الموبايل أو أعطيته على شاشات التلفزيون 4-5 ساعات 6 ساعات كل يوم، يعني انا شايفه واقع. ما عم نحكي نحن والدراسات الجديده اللي عم بتقلك شو الاسباب، لكن انت كأم لما بتكوني وعيانه شو عم ابنك عم بيشوف. هلا في بعض يوتيوب كيدز خاص للاطفال، ممكن انا عم راقب، انا عم بعرف ابني شو عم بيشوف، لكن للاسف الامهات بيتركوا لانه هي اصلا ممكن يكون ما عندها المام كامل بكيفية استخدام التكنولوجيا وكيف إننا نستخدمها. لكن في شيء مفيد، هلا نحن ما فينا نقول إنه والله التكنولوجيا هي ضارة 100%، لا، لكن استخدامها بشكل خاطئ هو الضار. المفروض نحن نعرف كيف نوجه أطفالنا، نعرف كيف شو هن الاستخدامات اللي بده يستخدمها. يعني معلش نحكي عن تجربة، أول امبارح تقريبا اجتنا أم من برا خارج القطر، نزلوا مخصوص لأنه ابنها صار بعزلة، تشخص توحد. هو مو توحد، نتيجة استخدام الأجهزة لابنها
يغلط. الجلوس لساعات طويله امام شاشات التلفاز او الموبايل ما بي ما له عامل مؤثر انه يكون الطفل مش عنده توحد طيف توحد؟ هلا الدراسات تصنف انه ممكن تؤثر هلا سابقا من نعم نعم كلامك سليم. سابقا كانوا عم بيقولوا انه ممكن هذا النوع من التوحد سموه توحد شاشات لكن بعدين قالوا لا هذا ما هو. الدراسات اثبتت انه لا هذا ما اسمه توحد شاشات, هذا نتيجه الطفل بيكون عنده استعداد انه بيعطيكي بعض السمات من سمات التوحد اللي بيكون مشخصينه بالدي اس ام 5 الدليل التشخيصي العالمي. بيكون في بعض مثلا انت لما مثل ما قلنا قبل بشوي التواصل البصري ما في انت هي سمه من سمات الطفل التوحدي, فهل بتروح بيشوفها اي اخصائي عادي غير متمرس او ما بيقول لك هذا توحد؟ لا هو ما نتوحد, هو اضطراب تواصل نتيجة ممكن نتيجة استخدام الأجهزة التكنولوجية بشكل سيء. أنا ممكن ساعتها كيف نظم الموضوع, كيف نظم الموضوع وكيف أنا خلي ابني يتفرج على هاي الأجهزة بشكل أنه يستفيد منها. حكيتي حضرتك شغلة أنه أنا بدي أمنع ابني عن الموبايل, جتني أم من يومين ثلاثة طبعا قاعدة هي زيارة من زيارة لأهلها, ما في هلا بتفوتي انت على بيت في بيت ما في حدا ماسك الموبايل وانت فايتة زيارة, شو بتقولي لهم؟ قيموا الموبايلات لحتى نتفاهم مع بعضنا, صح ولا لا؟ قلت لها انت اذا انت بدك تمنعي ابنك عن الموبايل وانت ماسكة الموبايلات كمان. الأجهزة صحيح. الذكية وابوه ماسكه والضيوف اللي عندكم ماسكينهم, انتم عم بتدمروه للطفل من جوا. انت لا نحن فيه لا نحن لما بدنا نمنع الطفل انه يشوف يستخدم هي الاجهزه وخاصه الاطفال اللي اثرت عليهم اثرت عليهم هي المشاكل كلياتها, انتم المفروض توقفوا بالمطلق استخدام الموبايل قدام الطفل. ممكن هلا كثير الناس هلا عم تشتغل الموبايلات الصغيره بس اللي بتحكي يعني لما بتحكي ولما الطفل بيكون نايم بيكون بمكان اخر ممكن انت تتصفحي وسائل التواصل الاجتماعي اللي انت بتريديها. مثلا عندك طفل هلا بيجيكي بيقولوا لك عنده تشتت انتباه ADHD او طلع عنده مثلا عنده زياده شحنات كهربائيه بالدماغ, هي نتيجه مكوث الطفل لفترات طويلة جدا أمام الجهاز. تمام دكتورة, خلينا نوضح بأي عمر اليوم ممكن يتأثر الطفل بالتكنولوجيا سلبا, لأنه كلنا بنعرف بنشوف نسبة كتير كبيرة من الأطفال بأعمار صغيرة منهم بيلجأوا لهدول الوسائل, فأي عمر المناسب اللي ممكن فعلا يتأثر فيه التكنولوجيا؟ نعم في عندك عزيزتي من الصفر للسنتين ممنوع من عم باتن, هذا الأجهزة بتمثل لهذا الطفل كأن عم بتنوم تنويم مغناطيسي, ممنوع نهائيا. من 3 سنين لخمس سنين ممكن, عم تتراوح الدراسات بتقول انه ممكن تتراوح انه الطفل يشوف سواء التلفزيون او الأجهزة الذكية من نص ساعة لساعة ومو بشكل متواصل, مو بشكل إلا بدي أقطع على عدد من الفترات. بالإضافة إلى ذلك المفروض أنك تكوني أنت قاعدة وتناقشي وتشوفي ابنك شو عم بيشوف, شو هو, شو عم ما نعمل, هي بندورة, شو لون البندورة, مدورة, شو كذا, شو بتعمل, شو فائدة. أنا بعطيه معلومات لحتى هو يستفيد منها. هي من عمر 3 إلى 5 سنين. من 5 سنين مثلا هلا في عنا نحن بتعرفوا انه في مدارس كثير صارت تستخدم صحيح. التابلت من ضمن المناهج الدراسيه صحيح. من ضمن المنهج الدراسي تبع هون بيبقى مراقب يعني هون في شبكه كامله المراقبه من قبل الاداره مراقبه, هذا طبعا هون ايجابي شيء ايجابي بالنسبه للطفل. ليه؟ لانه هو عارف شو عم بيتلقى ومعروف المواد اللي هو بده اياها. بس مو ممكن يسبب له ضرر نوعا ما في حال لجأ للآلة الحاسبه او لجأ يبحث عن المعلومه, يمكن هون بيصير عنده سهوله. هلا شوفي دائما ما في شيء ما له انعكاسات سلبيه على شيء موضوع, لكن هذا هلا اللي عم هذا اللي نحن كله عم بنشتغل عليه, بدنا نعمل عصر السرعه, بدنا نعمل مواكبه مع العالم كله طالما نحن عم نشتغل. نحن وبعدين ما تنسي كله هذا هلا قيد الدراسه تمام.
هي كلياتها يعني تجارب ميدانية للأطفال، بس في عدد من المدارس وعدد من الدول الأوروبية اللي عم بتستخدم هذا، وحتى بسوريا عندنا كمان عم تستخدم هذا النوع من التكنولوجيا في تدريسهم، وعم تجيب نتائج لحد الآن هي نتائج إيجابية. بس تعال خلينا نقول مرحلة المراهقة، بداية المراهقة، أنا حقلك شغلة تتفاجئي فيها، أنه بتتخيلي أنه في عندك تقريباً من 5 إلى 10 ثواني كل 5 إلى 10 ثواني حالة انتحار بالعالم نتيجة استخدام الأجهزة الذكية ومشاهدة المراهقين وتأثيرها تأثيرها السيء جداً عليها. فأنت المفروض كأب أو كأم تعرف أولادك وين عم بي، وهلأ ما يعني هلأ ما ضل في شيء صعب. صحيح. انت كأم او كولي امر بتقدر تاخذ موبايل ابنك توصله على موبايلك بدون هو ما بيعرف مثلا، وبتعرف شو عم بيشوف ومين عم بيدخل ومين شو الامور اللي هو بده تضره انت بتبعد عنه. لحالنا بنقول مثلا بحدد على جوجل او على اي سيرش بعمل انه الفيديو الخطر على الاطفال، ما هي الفيديوهات الخطيره على الاطفال بتطلع لي انا بحذفها. مو فقط يعني شفنا نحن عم نحكي عن اهميه الاعتدال، لانه ما فينا نفصل مثل ما قلنا ببدايه حديثنا الطفل عن الواقع قديش، لانه كلياتنا كنا ننطر ساعه الكرتون لما كنا صغار. يعني طبعاً. لما نقول من ساعه لساعتين هي عمليه الاعتدال لاحدث الدراسات انه ممكن الطفل يشاهد، بس شفنا تاثير التكنولوجيا بشكل كثير كبير بعدم المراقبه من قبل الاهل. مثل ما قلنا عمليات الانتحار، شفنا تحديات التيك توك، كثير من التحديات الاطفال تهربت لحالات الوفاه، الحوت الازرق لعبه كانت تؤثر بشكل كثير على الاطفال، وشفنا مريم. حالات كثير تصدرت السوشيال ميديا. خلينا يعني نحن عم نقول نوجه رساله او نصيحه أهمية الاعتدال، يعني أنا ما فيني أسلخ طفلي عن الواقع. ونحن حتى بحياتنا اليومية نشوف أطفال رضع، يعني 4-5 شهور 9 شهور ماسكة وأحاطة الموبايل، يعني مؤلم ومؤسف هذا المشهد جدا، لأنه بيأثر على شخصية الطفل. كيف فينا نعتدل؟ يعني ما بدنا نقول للأم، والأم بنعرف عليها مسؤوليات كتير كبيرة، مثل ما قلنا أحيانا أنه لتريح راسها أو تريح حالها من ضغوطات تعطي الموبايل. نحن ما عم نقول لا تعطي الموبايل، بس لساعات معينة وأوقات معينة، وقديش مهم الرقابة هون. هلأ سيدتي نحن قلتي حضرتك بالبداية أنه نحن صغار قدي كنا نحن ننطر أفلام كرتون، بس ما تنسي هاي الأفلام كرتون كانت مراقبة، كانت منظمة. صحيح. كانت أنت بتعرفي أنت مطمئنة لو تركتي ابنك هالساعة عم يتفرج على الأفلام كرتون، حتى نحن كبار تعلقنا فيها. صحيح. يعني لهلأ أنا بعرف زوجي بحب نوع من أفلام الكرتون بيقعد بيتفرج عليه، هذا هو كان يتفرج عليه سابقا. أما هلأ أنا الاعتدال بالنسبة لي أهم شيء، يعني أنا دائما أي حدا بيقول لي بدنا نحكي عن الأطفال وتأثير التكنولوجيا على الأطفال بتلاقيني شغوفة على هذا الموضوع، لأنه عم نشوف مصايب عندي. صحيح. عم نشوف مصايب، يعني نص الأولاد اللي عندي بالمركز بيعانوا من اضطرابات نتيجة استخدامه. الاعتدال مثل ما قلت لحضرتك، أول شيء من سنة لسنتين ممنوع. صحيح. منعا باتا، وممنوع استخدام الأم حتى تستخدمه. صحيح. طبعا بعدين أنا لقلك أنا بدي استخدم، هلأ بتقلك مثلا أي أنا بعتدل، أنا ما عم برجي لابني التلفزيون إلا أثناء الطعام. أثناء الطعام أصلا خطأ، لانه عم يعمل عنده اضطرابات معويه، الطفل عم بيبلع الاكل بلع ما نوع مركز بطريقه اليه مضغ الطعام واليه الطعام، فلذلك عم بيعمل عنده مشكلات مناء قليله. انا ايمت ممكن استخدم التلفزيون الوسائل بالتحفيز، يعني انت اعمل هيك انا بعطيك هيك، مبدا برمك بتعديل السلوك، اعمل هيك بعمل لك هيك، عرفتي شلون؟ فانا كتبت وظيفتك وخلصت الواجبات، معناتها نحن حنقعد نتفرج على التلفزيون او على البرنامج المحبب لك مده نص ساعه، بحدد له بالتايمر على الموبايل او بتايمر معين، متى ما رن التايمر ترلم ستوب، خلاص خلص الوقت، ولا تتراجع. ايه ماما دقيقه بس 5 دقائق لا انا قلت لا خلص، هذا هو الوقت المحدد. بالنسبة لهي من عمر مثلا المرحلة الابتدائية اللي عم نحكي عليها، الأم قادرة لحد الآن تسيطر طبعا على الموضوع.
متل ما كبرنا شوي صرنا مرحلة المراهقة. بتعرفي حضرتك انه قديه هلأ صار سن بداية سن المراهقة مع التكنولوجيا الجديدة؟ كان طبعا كلياتنا اذا قلنا شي طفل مبلش بالمراهقة او صبية ب 12 سنة نقول والله مبكرين ابني مبكر. هلأ دراسات اثبتت بتسع سنين. صحيح بتسع سنين صارت عندي المراهق. معناتها هذا الشخص المراهق سواء شاب أو بنت قدي أنت بدك تكوني مراقبة عليه، قدي بدك تعرفي شو اللي مستفيد منه من رؤيته لهالمواضيع هاي. فلازم نحنا نعرف كيف بدنا نراقب. مثل ما قلت لحضرتك كتير سهل، أنا أحد الأمهات فتحت قدامي قالت لي شوفي بنتي شو فاتحة، عرفتي؟ انه عم بقلها انه ما بيصير، قالت لي الكلب هي مقهوره على بنتها الصغيره اللي صار عندها اضطرابات بالتواصل، قالت لي شوفي بنتي، ايه مزبوط، في اطفال ما بتتاثر. هلا مشان نحن نكون من رعب كل الاهالي يقولوا شو هالحكي الفاضي اللي عم بتقولوا، صح؟ اخين مثلا، انا كل عمري بعطي ابني الموبايل من وقت ما كان، ما صار معه شيء، طب ليش بنتي هي انا عم اعطيتها اياه واقل وصار عندها اضطراب التواصل؟ لأنه هي مستعدة، عندها استعداد لهذا الشيء. إنه ممكن إذا أخذت هذا الموضوع أو تواصل ضلت فترة طويلة كتير مع الموبايل، معناتها أنا حأتأثر سلبا بهذا الموضوع. موضوع بغاية الأهمية وبغاية الخطورة. يعني مجتمعنا للأسف هلأ بقول لك عن جد عن جد إذا بنضل بهذا الموضوع وما سلطنا الضوء أكثر وأكثر على هذا الموضوع، لا نحن رايحين لطريق ما نو كتير منيح. تمام. معظم الناس اللي هلأ برات البلد عم يجوا يرجعوا يستقروا مشان هذا الموضوع. عندي 4 حالات من بلاد مختلفة تركوا البلد واجوا لهون بس منشان لأنه العزلة كمان بالغربة أثرت كمان لهذا الموضوع. ويمكن كمان خلينا نعطي أمثلة. اليوم بعض ألعاب الفيديو بتخلي الطفل يتواصل مع أشخاص خارج بلده، أشخاص من عالم افتراضي، ممكن يكونوا من بلدان مختلفة. هذا الشيء قد اليوم ممكن يأثر عليه، ممكن يخليه يكتسب عادات وتقاليد ممكن تكون منافية لمجتمعه، وبنفس الوقت ممكن يستفيد من الموضوع. هل تبادل الثقافات بين البلدان هذا شيء مشروع؟ تمام. وشيء حلو أني أنا أعرف مثلاً ثقافة بلد ما وشو عاداتهم شو تقاليدهم. لكن كمان نحنا هنن اللي نحنا بدنا نتعرف على ثقافاتهم، هنن لازم يعرفوا كمان ثقافاتنا ويحترموها. فنحنا مثلاً في شغلات نحنا منأيدها بس في أمور كتير نحنا ما منأيدها منرفضها. نحنا مجتمعنا مجتمع شرقي ما منسمح مثلاً بأمور متعددة والكل بيعرفها. يعني ما صارت هي الأمور أنه السر من الأسرار، لا كل الناس بتعرف أنه نحنا مثلاً ضد المثلية، ضد كذا ضد كذا. فنحن كمجتمع سوري أو كمجتمع عربي، أما تبادل الثقافات كتير حلو. أنا بعرف حدا من أحفادنا يعني أو قريبنا بيعمل تبادل ثقافات مع عدد بس لغات أخرى. صحيح. وخاصة صار يتعلم اللغة. صحيح. يتعلموا هنن يتعلموا يسألوا أنه لغتك شو، يسألك لما في أمور لا تناقشوا فيها من حقنا. نحن بنحترم عاداتهم وتقاليدهم ونحن وهن المفروض نفس الشيء بعدين نفس الشعور. طيب ختاما دكتورة وفاء، خلينا نحكي بعض النصائح لكل الأمهات اللي عندهم أطفال وهن بسنواتهم الأولى. شفنا تجارب كتير على السوشيال ميديا لكتير نساء كانت عم تحارب مثل ما قلنا المشاهدة بشكل كتير كبير على فينا نقول الجوالات أو الشاشات من خلال مثلا انه تفصل الموبايل. انا ما بمسك الموبايل امام طفلي او بخبيه بقلب كتاب. شفنا بعض الحالات انه بمسك كتاب قدام الطفل، هو الطفل انعكاس ومرايه لاهله. فكثير يمكن من النساء عملوا قصص كانوا هيك فعليا اعطونا فكر حلوه ممكن نحن نستفاد فيها. خلينا نحكي بعض النصائح كمان للنساء لبعض الافكار نقدر فعليا نضبط هي الحاله، ما نعمل عمليه سلخ للموضوع. حضرتك عم تقولي انه نحن الامهات بتحط بالكتاب وبتحكي لك، نحن يا بنتي بعصر هلا الطفل يلي ابن اشهر بيقدر يميز انت شو عم تعملي. طبعا طبعا. بس يعني لمجرد اصبع انا بتفاجئ بشغله باطفال صغار كثير بتعمل لك هيك ترفع لك لفوق شاشه الموبايل وهن لسه بالاشهر. طبعا. فلذلك نحن ما بدنا نستهين بعقول اطفالنا، لا نحن خلينا الطفل مرايه اهله. انا برايي ممكن يكون فيه تماما. انا برايي انك انت تحددي وقت لابنك. تمام.
هذا الوقت لابنك بعدي الموبايل، بعدي عدي معه، حاوري لعبي، حددي له بعض الأنشطة اللي أنا اليوم بدي أعملها معك كذا وكذا وكذا. فوتي على المطبخ، شاركي معك بتحضير الطعام، شاركي مثل والحوار. أهم شيء أنك تحاوري ابنك وتحاكي، لأنه هو للأسف بتقلك أمهات إيه أنا ما بحكي، أنا بيروح زوجي على الشغل بيرجع لسه ما فتحت تمي وما حكيت مع حدا. ليه؟ لأنه أنا ما عندي حدا بسأل. بتسألي الأم أنه ابنك حطيه بالروضة، حطيه بالروضة على بسن مبكرة. معلش إذا عندك عندك ظروف أنك تحطي ولا ابنك بسن مبكر كثير منيح. نحن ما عم نطلب أنه ياخد أكاديميا، صحيح، لا صحيح. يتواصل ويتفاعل اجتماعيا مع الأطفال التانين، بالإضافة أنك أنت توجهي توجه كامل أنه ابني بده يتفرج على يوتيوب معين. على فكرة في بعض اليوتيوبات كثير كثير مفيدة جدا لأطفال، صحيح، معينة، خاصة الأم لما بدها تعلم مثلا صوت الحيوانات للطفل، ممكن من يوتيوب معين هي وياه بتقعد بتتعلم منه. حتى الأمهات بتقلك أنا صرت أتعلم من أولادي. فهذا التبادل ما بين الأم وما بين الطفل هو يلي بخلينا إن يعني بيساعدنا أكثر وأكثر لحتى نستفيد من التكنولوجيا بشكل صحيح. أكيد. يعني بختام حديثنا معك الدكتورة وفاء شعبان، دكتورة في التربية، بنشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وفعلا بتمنى الوعي أكثر للناس حول هذا الموضوع. وأنا بدي أتشكركم كثير، وبتمنى من حضرتكم من قناتكم، أنا مو أول مرة طبعا بشارك بهذا، صحيح، الموضوع ومو وهون، بس بتمنى من جميع وسائل الإعلام تسلط الضوء على هذا الموضوع، لأنه فعلا هو موضوع مهم جدا لا يقل أهمية عن أي مواضيع أخرى. أكيد. نشكرك بالختام دكتورة وفاء، اختصاصية تربية، وأكيد لنا وقفات أخرى نحكي بشكل موسع عن هذا الموضوع. شكرا كثير لكم. نحن أكيد مكملين بمشوارنا الصباحي ومن الألعاب التكنولوجية وتأثيراتها إلى لعبة من الموروث الشعبي المادي، وفي إطار تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات الفكرية التي كان يمارسها ويلعبها الأجداد، نظمت جمعية صفصاف الخابور الثقافية بالتعاون مع مديرية الثقافة بطولة لعبة المنقلة التراثية بمشاركة 20 لاعب من مختلف أحياء مدينة الحسكة. تفاصيل أكثر من تبعها سوا بتقرير زميلنا أحمد الحمدوش. بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي المادي، وفي إطار تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات الفكرية التي كان يمارسها ويلعبها الأجداد، نظمت جمعية صفصاف الخابور الثقافية بالتعاون مع مديرية الثقافة بطولة لعبة المنقلة التراثية بمشاركة 20 لاعبا من مختلف أحياء مدينة الحسكة. هذه بطولة المنقلة السنوية التي اعتادت جمعية صفصاف الخابور على أن تنظمها في كل عام، ومن خلالها تسعى إلى إحياء هذا الموروث الذي كان ظاهرة عامة. وهدفنا بشكل عام هو إثارة الاهتمام بلعبة المنقلة والعمل على إحيائها واستدامتها من خلال هذه التظاهرات السنوية التي نقوم بها بالتعاون مع شركاء في مجالات الثقافة وفي مجالات الأدب، لأنها موروث أدبي ثقافي اجتماعي. البطولة التي تنظم للعام الثالث على التوالي تعد من الألعاب الشعبية التي لا يزال الأهالي يحافظون على لعبها، لا سيما كبار السن، لدورها الكبير في تحسين القدرة التفكيرية والدماغية وسعيهم إلى نشر اللعبة بين فئات الشباب. منقلة هي أحد الرياضيات الفكر كالشطرنج والضامة والدومينة فهي لعبة كانوا يلعبونها السلاطين القديمين والآباء والأجداد، وهي مسلية وللفكر، حتى قال بها الشاعر: هل يعز النزيل وعز منقار، اثقال الروز بهم حجر منقره منقار، ان شان الناس ما ينهض المنقار، هل النسان طم العاليات، فشان تمر باش، شان الاولين والسلاطين والشيوخ والعشائر قبائل كلها ويتسلوا فيها. هاي لعبة اجدادنا وابائنا، يعني لعبة قديمة، يعني اللعبة معروفة لعبة قديمة، واحنا ما قطعناها بنوب، يوميه مجتمعين عندنا نلعب بها اللعبه. احياء التراث القديم، تراث ابائنا واجدادنا كانوا يلعبونها مشان تصحيح الفكر.
ويسعى القائمون على البطولة إلى إحياء هذا الموروث الذي كان ظاهرة عامة موجودة لدى الأهالي يلعبونها بكل أوقات حياتهم، وهي لعبة ثنائية جاء اسمها من نقل الحصى من بيت إلى بيت، ولها قواعد وشروط. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. أما هلأ هايدي ننتقل لمحطتنا التالية مع العمل الإنساني. أقامت مبادرة شهيق وزفير بالتعاون مع جمعية الرجاء وغرفة تجارة حلب، أقامت عرض أزياء لذوي الهمم بتصميم الأطفال وتنفيذهم. التفاصيل رح نحكي أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ منتصر كيالي، مؤسس ومبادرة شهيق وزفير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ تمام الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله، نشكر الله. تمام الحمد لله. يسعد صباحك استاذ منتصر. خلينا نحكي عن المبادره والتحضيرات لها. هلا بالبدايه نحن عملنا ورشه عمل تقريبا شي اسبوع او اكثر من اسبوعين، ورشه عمل امتدت لثلاث ايام احدى المراكز، شملت اطفال ذوي الهمم، عدد كان 15 طفل، شملت مثلا تصميم وتنفيذ والى اخره. خلصنا الكورس نحن لمدة تقريبا 3 ايام، صرنا رحنا احد المشاغل او المعامل اللي بيشتغل بالقصف والتنفيذ والى اخره، صممناها وظبط، صار الامور تمام، كان الامور كان جيده نوعا ما، والاطفال كانت تعطي الموضوع بشكل ايجابي كثير. واليوم نحن مدعوكم من خلال المنصه تبعتكم للعرض الشو، رح يصير اول مره بسوريا باوتيل الشيراتون لعدد الاطفال اللي شاركوا بالكورس. يعني صوري طفل عم شارك عم بعمل دورة، هالدورة هي خلصها، دخل على المشغل على المعمل قصة ضبطها، والشيء اللي هو نفذه رح يعرضه هو بالعرض اليوم ديفيليه رح يصير بالشيراتون الساعة 7 مساء. أنا بتوقع يمكن أول مرة رح يصير شيء بسوريا، لأني ما حد عمله قبل، لأن هن نحن بصفة نظرية كثير هي إني أنا قادر، عندي إمكانيات، عندي امور من جواتي بحث المعمل انا. فان شاء الله يا رب نكون احنا قد هالعمل هذا. عم تشوف عبر الشاشه كواليس الدوره وكيف عم يتم التصميم والتنفيذ، وذكرت خلال حديثك انه اليوم العرض رح يتم الساعه 7. خلينا نحكي عن الهدف الاساسي والرساله الانسانيه. قد ايه جميل اليوم فعليا دعم ودمج ذوي الهمم، ولما نحكي عن تنفيذ وتصميم الفكره وهن اساسا رح يقوموا بالعرض، هذا بعتقد محفز كثير كبير لإلهم، انه هن مثلنا مثلهم، ما بيفرقوا عنا، بالعكس هن اشخاص مبدعين فعليا بيقدروا يكونوا شخص منتج في المجتمع. هلا انا برايي العمل الخير كل ما اعطيتيه بيعطيك اكثر، وهن هدول ذوي الهمم كل ما اعطيتيهم بيعطوا حب وبيعطوا سعاده وبيعطوا هرمون السعاده. هذا هرمون السعاده انا بشوفهم بيعطيني مود حلو كثير، بغير مودي من شيء لشيء. انا برايي هدول الاطفال اللي هن قادرين، خلينا نسميهن قادرين، ذوي الهمم عندهم امكانيات رائعه. صحيح. عندهم جواتهم شيء حلو، يعني هن عفكرة في منهم خلينا نقول 70% ما بحسن يحكي بس بينفذ بالعمل، بينفذ بايده، بس بيعمل شغلات كثير حلوه اعمالهم، حتى اعمالهم اللي نحن عم نشوفها بعض الاحيان. انا تفاجات بين بالمشهد اللي عم بشوف شو عم تعاطوا مع القصه، عم تعاطوا مع الموضوع، يعني كان حدا عنده خبره فظيعه. انا برايي هدول الاطفال دمجوا بالمجتمع كثير ضروري، وهن اساسا هن عنصر مهم كثير، وهن قادرين. كل ما اعطيناهم اكثر كل ما اقدم لهم شيء حلو اكثر. تمام. وان شاء الله يا رب هيك يكون قدام في قصص كثيره عم نحاول نحن ندخلهم فيها عشان يكونوا اشخاص قادرين. تمام استاذ منتصر، خلال ورشه العمل اللي اقمتوها او فتره التدريب كان في موجود مصممين ازياء ساعد، وهدول الاطفال اليوم بتدريب وتعلم تصميم الازياء؟ تماما كانوا يعني هن مهندسين ديكور، مهندسين عمارة، هن من حبهم، يعني أنا أول ما بلشت أطرح الفكرة هن اللي حابين يتعاطوا معي، إني منتصر إحنا حابين نكون معك، إني عن جد ما بتخيلي قديش السعادة اللي هن أخذوها بصراحة. قالوا لي إحنا حنكون موجودين، حنكون معهم هن بالأطفال، صوري كان تقريبا شي 7 أشخاص هن موجودين، تعاطوا مع القصة بطريقة صحيحة مضبوطة، وكأني عندهم خبرة قوية. كانت فكرة كثير حلوة، كانت ناجحة جدا، وهدول المهندسين حيكونوا موجودين معنا ان شاء الله باعمال ثانيه. انا برايي هدول الاشخاص خلينا نحن اي حدا عنده قدره، عنده فكره، خلينا نطورها ونكون احنا نطلع باسلوب حلو. تمام
استاذ منتصر، يعني دائما بمبادره شهيق وزفير في شيء جديد، واكيد كاميرا الاخباريه رح ترافقكم دائما، لانه نحن بنسلط الضوء على اهميه فعليا المجتمع المحلي قديش قادر خلال هي الظروف اللي عم نعيشها ماديا واقتصاديا ومعيشيا صعبه يكون شريك للنهوض بالمجتمع، وانتم عم تبلشوا من الاطفال فهن النواه الاساسيه للمستقبل. خلينا نحكي عن التحضيرات القادمه، لانه بعتقد انتم ما بتسكروا مهمه الا ما تكونوا فعليا مفكرين بالخطوه التالية اللي عم تقوموا فيها. تمام، جدول أعمالنا دوما نحن مليء مليء بكل شغلات حلوة، كل شغلات إيجابية مفيدة للمجتمع، مفيدة للمواطن، مفيدة للطفل. طبعا أنا فت بالحديث، أنا أطفال جمعية الرجاء معنا هن موجودين، تشار فيه معرفة تجارة حلب، كل الشكر. هلا نحن بالنسبة لنا نحن مشان موضوع الأفكار الجديدة حاليا، في عنا نحن هلا دفتر وقلم، نحن كل سنة نتعاطى مع القصة هي، ودوما نحن يعني معطائين الموضوع بالذات. دفتر القلم خاصة بعودة للمدارس، في عندك ضغط على المواطن، ضغط الاقتصادي، خلينا نحكي بطريقة من هيك. فنحن دوما نحاول موجودين مع هدول الأطفال، نوزع قرطاسية لعدد 500 طفل إن شاء الله إذا الله راد، قرطاسية مع دفاتر مع حقائب مع إن شاء الله ألف إذا الله راد، مشان نعطي للناس فرحة ونعطي لهدول الأطفال فرحة. لأنه متخيل قديش أنت وقت بس عندي طفل تكوني أنت من جواتك مبسوطة ومرتاحة. أكيد إن شاء الله يا رب، إن شاء الله لقدام في عنا فكرة شغلة جديدة نحاول نتبعها إن شاء الله يا رب، هي أن هدول الأطفال ذوي الاهتمام مركز عليهم مرة ثانية، أني بيعملوا شيء خاص فيهم، يعني مثل عبارة عن مثل مصنع أو مشغل رح يبيعوا للمستقبل، رح يكونوا هن عاملين قدرة يبيعوا، يشتغلوا ويبيعوا، عشان يعطوا قدرة للناس اللي فعلا نحن قادرين، نحن دوما عندنا إمكانيات رائعة. صحيح، يعني بالتوفيق. تمام. أكيد، يعني بالختام مثل ما ذكرت أستاذ منتصر، لفتني المكتوب على التيشيرتات أنا قادر، وفعلا هنون أشخاص قادرين. تمام. أشخاص مبدعين بالعديد من الأنشطة، لكن بحاجة لدعم وتشجيع من المجتمع والمبادرات الأهلية، وأنتوا خير من عم يدعم هدول الفئة من الأطفال. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله عطول لما نضوي على أعمالكم المميزة. شكرا جزيلا. يعطيك العافية الأستاذ منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق وزفير، وذكر نقطة كتير مهمة، هايدي المبادرة الأخيرة اللي عم يقوموا فيها هي تأمين القرطاسية والكتب المدرسية، ومثل ما عم نشوف هلا الحقائب المدرسية بهي الفترة مكلفة جدا، غلاء معيشي جدا صعب ومرتفع، عم نسمع أرقام خيالية للدفاتر للصدريات للبدلات للشناتي للحقائب المدرسية، يعني خفوا على الناس الله شوي، الله يعين عنده اكثر من ولد، وارحموهم بالاسعار، اربحوا بس نوعا ما يكون ربح قليل، ومبادرات تجتمع بهيدا الوقت فعليا لتامين كافه المستلزمات الدراسيه لكل طفل، لانه بحق له اليوم فعليا يحصل على الدراسه. اما هلا هايدي خلينا ننتقل لمحطتنا التاليه، وتحديدا لمحافظه دير الزور، فقد اقامت منظمه اليونيسف فعاليه توعويه حول اهميه الارضاع الطبيعي. التفاصيل مع مراسلنا ابراهيم الضلال. بمناسبة الأسبوع العالمي للعظاء الطبيعي، أقامت محافظة دير الزور بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فعالية توعوية حول أهمية العظاء الطبيعي. الندوة التي تقام اليوم من خلال خطة مدروسة وموضوعة من قبل المحافظة ومنظمة اليونيسيف والجمعية الأهلية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل التوعية واتباع الإرضاء الطبيعي، وذلك يخفف من الأمراض، يساعد على نمو الطفل بشكل طبيعي، والابتعاد عن الأدوية التي ممكن أن تساهم في بعض الأضرار. الرضاعة الطبيعية مهمة جدا للطفل والأم معا، وتعتبر الرضاعة الطبيعية أساسية بكل دول العالم، فمنظمة الصحة العالمية تهتم بهالأمر بشكل كبير. بالعقد الأخير زادت نسبة الرضاعة الطبيعية بنسبة 10%، وتسعى منظمة الصحة العالمية لزيادة الرضاعة الطبيعية إلى حتى تصل إلى 70% بعام 2030. الفعالية تضمنت ندوة علمية ومعرض للصور وعرض مسرحي حول أهمية هذا النوع من الإرضاع وفوائده. فراهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور.
ووصلنا معكم لفقرة فيها من التميز والإبداع، وطبعا نور يعني شبابنا اعتادوا يوصفوا طاقاتهم العملية والإبداعية لخدمة المجتمع، ودائما عم يفاجئونا بأفكارهم الجديدة ومشاريعهم المميزة، واللي بتستحق أكيد يا نور أنه اليوم نحن نضوي عليها. أكيد اليوم ضيفنا هو شاب استطاع اختراع جهاز لتوليد الكهرباء من خلال المشي، تكوين أرضيات مخصصة تعمل عن طريق الضغط، ونتعرف بشكل موسع على تفاصيل هذا الاختراع. يسعدنا أنه يكون معنا لليوم مساعد المهندس علاء سامر نصار. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. شكرا على الاستضافه الحلوه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني لما نقول الكهرباء يعني بتعرف نحن الوضع الكهربائي جدا للاسف تعيس عندنا، ودائما في عندنا امل باستمرار استثمار طاقات الشباب السوري وابداعهم فعليا بمشاريع تخدم المجتمع، وانت يمكن حطيت ايدك على الوجه، يعني خلينا نحكي عن هيدا المشروع اهميته باي مرحله انتم، واهميه فعليا استمراره، يعني بنشوف كثير مشاريع مهمه بس ما عم تستمر او ما عم يتم دعمها بالشكل الكافي. تماما. هلا مثل ما بيقولوا انه الحاجه ام الاختراع. صحيح. فنعرف وضع البلد تماما، نقص الكهرباء، فكنا بالجامعه، كانت سنه اولى. فتقريبا بنهايه الفصل شفت في زملائي اكبر مني بسنه في سن التخرج، فشفت ان فكره مشاريع التخرج والمناقشه وهدول الامور، فصار في عندي فضول انه بلش اشتغل على فكره جديده. طبعا الحمد لله مثل ما شايفه اشتغلنا مشروع توليد الطاقه الكهربائيه عن طريق المشي، طبعا اكل معنا وقت كثير وتعبنا تقريبا شيء سنه كامله، سنه وثلاث شهور. الحمد لله طلعنا بنتيجه. تمام. يعني علاء مثل ما ذكرت، حلو الواحد اليوم ياخذ من تجارب الاشخاص اللي اكبر منه. احكي لنا اكثر عن مشروعك، خبرنا عنه اكثر تفاصيل. تمام. هلا مشروعي شو اسمه، عباره عن ارضيه موجوده بالطرقات، وين ما كان في زحمه بالبشر، او لنفترض في باب دائره حكوميه، باب مدرسه، باب جامعه، باب ملعب، نقط اساسيه في حركه دائمه، نقط حركه دائمه، او بحيث انه تعود الحركات. لنفترض كدائره حكوميه اذا بنستخدمها من الساعه 8 للساعه 2 متوقف. في عندنا تمام، نحن المساء ما عندنا الحاجه للكهرباء في الدائره الحكوميه. فنحن بنحطها على الارصفه، على ابواب التجمعات، وين في تجمعات كبيرة بالبشر، يعني في مرور، هو في حال مرور أي شخص، مثل ما راح نشوف في حال مرور أي شخص صار في عندي جسم ميكانيكي موجود بالأرضية، فنزل عملية الضغط كيف عم مليات، بتكون الجسم الميكانيكي. خلينا نقلب الجهاز للكاميرا مشان نشوف كيف عم تتم عملية تسجيل الأرقام لما يكون في حركة. إيه خلينا. هلا هيك صار في عندي مر شخص. نحن عم نحكي أرضية لو حدا عم يمشي. تماما. في حال مرور أي شخص، طبعا في حال مرور الوزن أكبر، في وزن كل ما كان صار في عندي يعني طاقة أقوى. يعني وزن. صار في عندي جهد خرج كهربائي أعلى. في حال مر وزن. تمام. خلينا نوضح اكثر عن مراحل اليه العمل. هلا كيف بلشت واحكي لنا اكثر. بلشت بدايه، اول شيء بلشت برنامج على اللابتوب محاكاه الدوائر الالكترونيه. جربت الفكره بسنا على اللابتوب، بس الخطوه الاولى يمكن دائما صعبه. تماما. هلا البدايه كانت اصعب من انه هذا الشغل اللي اشتغلته. صحيح. شغلنا الدار على برنامج المحاكاة. بعدين اجينا لقسم القطع الالكترونية. افتلنا المحافظات كلها، وللأسف الشديد ما في القطع الالكترونية المطلوبة لهذا المشروع. صحيح. لأنه نحن فأنا كيف استبدلتوا او امنتوا؟ هلا مو هون الفكرة، الفكرة انا هون فقدت الامل انه يوم ورا يوم انه خلص راحت الفكرة. صار لازم افكر فكرة جديدة، منه مشروع التخرج ومنه انه شيء نتميز فيه. فوالله فتنا على تطبيق الامازون، حاولت انه وصي على القطع الالكترونيه، فكان بدها 90 يوم. ففي بابا الله يخلي لي اياه عمل لي اياها من برا من احد اصدقائه. الحمد لله.
طيب خلينا حضرتك خريج معهد تقني نحكي، تم تجريب هيدا الجهاز على لوحة إعلانية وتم إضاءته من خلال تنفيذ يعني استثمار هيدا المشروع، خلينا عن هي حكي عن هي التجربة، وفعليا لما نقول كيف فينا نستثمره، يعني نحن بحالة أزمة في جهة كانت راعية، يعني نحن عم نحكي عن مشروع تخرج الجامعة ولا أي جهة أخرى قالت رح تستثمر هيدا المشروع ولا لا، لأنه أنت يعني في منبر إعلامي ممكن توجه الرسالة اللي بتحبها لاستثمار هيدا المشروع. هلا هو أول شيء كان مشروع تخرج، بعدين قدمت على براءة الاختراع بوزارة التجارة وحماية المستهلك منشان احفظ الملكية، انه المشروع يصير ملكية خاصة. صحيح. فان شاء الله هلا قيد الدراسة، في حال تمت الموافقة فيني اعلن عنه عن الاستثمار بداية. على انت قدرت تشغل احدى اللوحات الاعلانية عبر هي الطريقة، خلينا نحكي اكثر عن هذا التطبيق العملي. هلا الخرج واصلوا على الافو. هلا فينا نحن الخرج الكهربائي اللي خارج عن الارضيه فينا نخزنه ببطاريه او فينا نستخدمه مباشر، طبعا في دوائر كهربائيه والكترونيه لرفع الجهد لنوصل للشيء اللي بدنا اياه حسب الشيء اللي بدنا نستخدمه. هلا في هذا المجسم انا على سبيل المثال فينا نستخدم من هاي الطاقه، لنفترض فينا الضعيفه مو مثل المحولات الكهربائيه الضخمه، ففينا نستفاد منها كإنارة شوارع، كلوحة إعلانات، كتمثال أسري، إضاءة تمثال أسري في بحرة لنفترض أو ساحة. يعني نقاط مركزية بالعاصمة. تماماً. هلا بشكل عام إنه لنفترض حطيناها برصيف بالشارع، فينا نستفاد منه مثل ما حكيت مثل ما ذكرت سابقا. طيب ذكرت آلية العمل بهيدا الاختراع، وكنت عم تعطي مثال حضرتك كيف بتتم عملية تشغيل الكهرباء، نحكي إمكانية تخزين الكهرباء كنت عم تحكيها، وقديش نحن عم نحكي مثلا عن مكان فيه ازدحام، يعني أنا قديش بدي فعليا كم كيلو نحن بنفهم بالبايت، قديش بدي أنا ولد لأقدر من خلال هيدا التوليد مثل ما قلت ممكن شاعل إنارة، ممكن استثمر بطرقات مبدئيا. فينا نشغل طبعا. هلا هي الحركات البسيطه اللي قمت فيها. نعم بهدول الحركات البسيطه اللي قمت فيها انه مثل عمليه المشي فيني هلا عن طريق المشي، بس واصل الخرج انا على الافو وحاطط بطاريه، بس كانت نوصل لسيره بس مشان نورجي المشاهدين انه كيف عمليه توليد الطاقه الكهربائيه. تمام. طب خلينا نوضح اكثر للمشاهدين عن هذا الاختراع من ناحيه التكاليف والفائده. هلا الفائده مثل ما بنعرف جميعنا بالدول العظمى بالدول الاوروبيه، لنفترض باي دوله بالعالم الكهرباء التقليديه عندها يا اغلى شيء، بيلجأوا للطاقات البديله. صحيح. والطاقات شو اسمه الغير مضره للصحه، غير مضره للبيئه. عفوا. ف بيمشي حاله هذا المشروع أكيد. وين من كان صديق للبيئه. ومكلف اذا بده يتم تنفيذه على بنحكي عن مساحات كبيره. هلا صراحه حسب المساحه المطلوبه. افترض فينا في لها نماذج، كمان في نموذج ثاني بس لسه ما اشتغلته، النموذج الثاني عباره عن مربع متفرغ. اما هذا على شكل مثلثات. عملت شكل المثلثات في حال استغلال اقل حركه ممكنه من اي شخص مار فوقه. في حال مرور اي شخص مثل ما ذكرنا صار في توليد الطاقه الكهربائيه. هلا مبدئيا التكلفه ما حسبتها على ارض الواقع. بس فيني اوضح لك اكثر انه تقريبا بكل خطوه فينا نولد 3 واط. تمام. علاء انت تكرمت من جامعه دمشق، قديش اليوم هذا التكريم بيعني لك وقديش بيعطيك حافز لحتى تكفي لقدام باعمال جديده ومميزه؟ والله كانت شاركت بجامعة دمشق بورشة الاختراع والإبداع. طبعا أول شيء وجه تحية للأستاذ والدكتور محمد أسامة الجبار رئيس جامعة دمشق، والأستاذ والدكتور جهاد أبو نصار رئيس مكتب براءة الاختراع في جامعة دمشق. شكرا لإلن على مشاركة الورشة، كانت الورشة غير شكل، الحمد لله تكرمنا. كانت البداية أول لقاء كان لنا
نحن عم نحكي عن البداية وعن مشروع تخرج، إن شاء الله يا رب فعليا نشوف نشوفك حاصل على براءة الاختراع ومستضيفك يتم استثمار المشروع بشكل أكبر من جميع القطاعات إن كانت خاصة أو حكومي، لأنه فعليا سنويا عم نستضيف عبر رحلاتنا الصباحية شباب سوري يمتلك من الاختراع والمواهب، فعليا نتفاجأ بهي القدرات والمهارات بس ما عم يتم استثمارها بشكل الصحيح. خلينا نحكي، قلت هي البداية أو هي الخطوة البداية، انت كمساعد مهندس وعم تلتمس يمكن الواقع اللي عايشينه، في مشاريع حاطه ببالك بعد تنفيذ هيدا المشروع؟ هلا ان شاء الله اذا الله راد هلا عم بشتغل على تقنيه جديده، تطور لهذا المشروع، وعم بشتغل على تقنيه جديده كمان تتعلق بالكهرباء. بس مثل ما حكينا ذكرنا سابقا القطع الالكترونيه هي اللي ما عم تخلينا نبلش. ما فكرت تلاقوا بديل؟ يعني نحن استضفنا بعض طلاب المهندسين كانوا يحاولوا يصنعوا هن البديل يعني بالمحاكات. هلا برنامج المحاكات اختلف البديل من انو ناحيه، من ناحيه المقاومات الموجوده عندنا هون. مقاومات بالاوم، لنفترض انا بدي 550 اوم لنفترض، إيه ما في منا متواجد في اقل او اعلى بالقيم، فانا هون اضطريت انه احسب حسابات الكمون والجهد والتيار على حسب المقاومه الموجوده عندي. اكيد. يعني بالختام مساعد المهندس علاء سامر نصار، انت نموذج من نماذج كثير من شبابنا اليوم يلي تميزوا فعلا بمختلف مجالات الحياه، بدنا نشكرك كثير ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم على الاستضافه الحلوه. شكرا. اكيد بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله يا رب فعليا نستضيفك بمحطات قادمه ومشاريع اهم. شكرا كثير لك. اذا الله راد. شكرا لك. اما هلا صار وقت حتى نودع المشاهدين، بدي اشكرك يا نور واشكر كل المتابعين وجميع كادر صباحنا غير، لا تنسوا تتابعونا بكره بنفس التوقيت مع ضيوف جداد ومواضيع جديده، ومن هلا لبكره تبقوا في الف خير. مع الابداع السوري والشباب السوري اللي رغم كل الظروف اللي عم نعيشها والتحديات فعليا منذ بدايه الحرب الى اليوم والتحديات الاقتصاديه والمعيشيه اليوميه عم يفاجئنا بالابداع والمهارات اللي عنده، فتحيه لكل الشباب السوري. رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، ملتقانا بكره على شاشه الاخباريه السوريه بنفس التوقيت.